بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. جئت اليوم لأعبر عن حزني الشديد، ليس فقط على موت العلماء، ولكن حزني الشديد لأن العلماء الموجودين في المغرب لا أعرفهم. والسبب في ماذا؟ هل أنا السبب في عدم معرفة العلماء؟ نعم، ما زحمتهم بالركب في يوم من الأيام، وتمنيت لو كنت أزاحمهم بالركب وأتعلم عندهم، ولكن حزني الشديد لأن العالم يموت في بلادي ولا يعرفه أحد، وأنا من جملة الذي لا يعرفهم. هل العيب في عدم معرفتهم هي لوسائل الإعلام وللجو العلمي في المغرب؟ ربما. أما الإعلام فأنتم تعرفونه أنه لا يهتم إلا بالتافهين في حياتهم وفي نشاطهم وفي مماتهم. تجد العالم الجبهذ المعروف في العالم يعرفه العلماء في العالم، يأخذون عنه أدق وتفاصيل العلوم الدقيقة في الشريعة وفي كل العلوم، ولا يعرفه أهل البلد. يا للحسرة، يا للحسرة، فإني أستغفر الله تبارك وتعالى لهذه اللامبالاة وعدم البحث عن العلماء وهم أحياء حتى نتشرف بمجالستهم والاستماع إليهم والأخذ من آدابهم قبل علمهم، فهم مدارس فكرية وأخلاقية وسلوكية وعلمية وفقهية وأصولية وثقافية. إنهم بالنسبة لأهل الأرض كالنجوم لأولئك الحيارة الذين يتوجهون إلى مكان يحتاجون فيه إلى النجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. إيه نعم، فحزننا إذن هو لجهلنا بهؤلاء، مع أنهم معروفون معلومون لدى الأسرة العلمية في العالم. أقول هذا إن شاء الله تبارك وتعالى ونحن لا نعرف السبب. لماذا علماء المغرب رغم مكانتهم العلمية المرموقة التي اعترف لهم بها في العالم هم غير معروفين إن شاء الله في هذا البلد؟ والله إن الأمر عجيب. شاءت الأقدار يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 تفجع الأسرة العلمية في المغرب وفي العالم الإسلامي بوفاة علامة العصر كما سموه مسند الشرق والغرب وعلامة عصره وزمانه وأعلى ضر هذا التعبير وأعلى أهل الأرض إسنادا الشيخ المعمر، يعني عاش كثيرا، عبد الرحمن بن العلامة عبد الحي الكتاني عن عمر بلغ 107 سنة. الله أكبر. إن عائلة الكتاني معروفة بالعلم، وليس أي علم، إنها أعماق العلوم، إنها أصول العلوم التي تعتمدها الشريعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنه الإسناد العالي في الكرة الأرضية حيث يحج إليه العلماء من كل حدب وصوب ومن كل أصقاع الدنيا ومن أركانها الأربعة، يأتون إليه ليأخذوا الأسانيد، أسانيد حديث رسول الله، فهو الأعلى نسبا في هذا الزمان في الكرة الأرضية كلها. كان الشيخ رحمه الله يقال مهتما بسماع وإسماع الحديث النبوي الشريف، ويتوافد عليه طلاب علم الحديث من شتى بقاع العالم، حيث أن أسانيده كانت هي من أعلى الأسانيد إلى حبيبنا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا وقد تم تشييع جثمان الفقيد العلامة الشريف سيدي عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني رحمة الله عليه يومه الأربعاء 7 ديسمبر قبيل صلاة العصر انطلاقا من منزله الكائن بطريق صفرو بمدينة فاس، وتمت صلاة الجنازة عليه بالضريح الإدريسي بالمدينة العتيقة.
هذا هو الخبر. أقف عند هذا الخبر في نقطة سريعة. حزننا على فقدان العلماء، لأنهم وجهوا الأمة إلى الخير، وإن موت العلماء من الكوارث التي لا ترتقي. وتتعرفون أن من علامة السعادة، من كنقولها، هي موت العلماء، وبموت العلماء يفشو الجهل، وأنتم ترون الجهل المتفشي في الأمة بالنسبة لعلاقتها بعلوم الدين خاصة وعلوم الشريعة. هذه الأولى. الثانية، عاش ولم نعرفه، ومات ولم نسمع عنه. لو لم تكن هذه وسائل التواصل الاجتماعي التي كتبت عنه، فنحن لم نسمع في الإعلام الرسمي أي شيء. الله أكبر، غربة العالم في بلده. لو كان لدولة ما عالم مثل عالمنا هذا سيدي عبد الرحمن الكتاني، لا ما سكتوا أبدا في التعريف به حيا، ولا ذكروه ميتا، ولا ذكروا مناقبه، لكي يرسخوا في الأمة أمجاد الرجال حتى يتخذوا نبراسا يهتدى وأسوة تقتدى. ولكن ما شاء الله، إعلامنا لا يهتم إلا بتوافي من الأمور، ولا يصور القدوة إلا في أناس يهتمون بالنغم والقدم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثالثا، الموت حق، كل نفس ذائقة الموت، ولكن موت العالم المشكلة في موتهم أنه لا يوجد في هذا الزمان الأغبر، زمن غربة الدين، من يحمل عنهم هذا العلم، فيفشو الجهل. وفي ذلك جرس إنذار بالنسبة للأمة، فهل هيأنا المعاهد لتكوين العلماء؟ هل اهتممنا بتخريج العلماء الذين قال في عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، إذا خلت الأرض من ورثة الأنبياء فإن إرث الأنبياء في خطر. هذه الثالثة. الرابعة إن شاء الله تبارك وتعالى، نحن بهذه المناسبة الأليمة نعزي أنفسنا في فقدان عالمنا، ونعزي أنفسنا مرة أخرى في عدم معرفتنا بوجوده حيث كان موجودا، ولم نسمع عنه إلا وقد خرج من هذه الدار إلى دار البقاء. رابعا، نرفع إن شاء الله مواساتنا وأحر تعازينا إلى عائلة الكتاني، عائلة العلم، عائلة الفقه، عائلة الحديث، عائلة الإسناد العالي لرسول الله في الحديث سماعا وتسميعا. لا إله إلا الله، فعظم الله أجركم يا عائلة الكتاني الطيبة التي حملت راية العلم وخاصة العلم الشرعي. سادسا، أعزي الشعب المغربي المسلم في فقدان هذا العالم النحرير، كما نعزي الأمة الإسلامية كلها، ونعزي أسرة العلماء في فقدان هذا العالم القدوة المربي رحمه الله. وفي الأخير، لا يسعني في هذا المقام الذي لا يسعنا فيه إلا التسليم والرضا بقضاء الله تعالى فلا راد لقضائه، إلا أن نجأر إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يرفع درجته ويحشره مع رسول الله، وأن يخلف الأمة فيه خيرا. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.